في مصر في يوم بنتوقف أمام المؤتمر اللي النهاردة عقده وزير الداخلية، ومن خلاله أعلن مفاجآت كان في تمهيد لها عن منفذي هجوم الفرافرة والضبعة، الهجوم الذي استهدف في المرتين، في المرة الأولانية استهدف مجموعة من ضباط سرية وكمين للجيش المصري، وفي الثاني استهدف كمين للشرطة المصرية. بحسب ما جاء في كلام وزير الداخلية، تم رصد الخلية الإرهابية اللي كانت متمركزة في طريق العين السخنة، تم التعامل معها، وكان في مسألة في كان في محاولة للقبض عليهم أحياء، لكنهم أطلقوا النار على قوات الشرطة، وبالتالي لم تجد الشرطة مفر من التعامل، وبالتالي تم تصفيتهم. كان في صور حتى عرضها الوزير في مؤتمر صحفي تحدث في العديد من الموضوعات، لكن كان الموضوع الأبرز هو عن تواجد بيت المقدس في مصر والعمليات التي نفذتها وارتباطها بعمليات حتى ربما علنا لم تكن معروف ارتباطها بها، زي السطو على إحدى شركات الصرافة وسرقة أموال لتنفيذ عمليات إرهابية، زي تنفيذ عملية الضبعة التي لم تعلن مسؤوليتها عنها، بالإضافة إلى عمليات أخرى أفصح عنها الوزير في مؤتمر صحفي كبير. نشاهد. وصلت جهود الوزارة في ملاحقة العناصر المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية إلى اتخاذ مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس من منطقة جبلية وعرة بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس، ملاذا للاختباء والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدائية وارتكاب الحوادث الإرهابية. تم إعداد مأمورية بمشاركة القوات المسلحة والأمن المركزي وقطاعات الوزارة المعنية لمداهمة المنطقة المشار إليها، وعقب تبادل إطلاق كثيف للنيران بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، أسفر ذلك عن مصرعهم جميعا وعددهم 7، وعسر بحوزتهم على العديد من الأسلحة الثقيلة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة. وتؤكد المعلومات أن تلك العناصر كانت بصدد التخطيط لتصعيد عملياتها الإرهابية تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة القادمة، ردا على النجاحات الأمنية في ضبط العديد من عناصر التنظيم وتكثيف منابع تمويل.